حدثنا المواطن المجهول قال: دخلنا على مولانا صاحب العلم والفهامة وكان في ساعة حبور، ونعلم ذلك لما في وجهه من سرور، فقلنا: يا مولانا، حدثنا حديث الفخامة التي اختلطت بالبهامة، وهل كان لها علامة؟ التفت إلينا مولانا بكله وقال: أتقصدون صاحب الحمار أم صاحب الجدار؟ قلنا: أما صاحب الحمار فقد حدثنا خبره وفصلت أثره وفهمنا أمره، فما قصة صاحب الجدار؟ قال: قدس سره وأظهر أمره. هذه عجيبة ومن نوادر الدهر الغريبة أن يسلط على إفريقية بلد العلم والمفهومية والفلسفة العربية رجل خرج من المنوبية تأبط الهوية وكان يدعى أبا جدار، ذلك أنه ادعى في زمن الأغيار والاضطراب والانكسار أن الدستور مكتوب على الجدار، فألبسه القوم تاج الغار ليرد لهم الاعتبار ويوقف الانهيار. قلنا: فما فعل يا مولانا؟ قال: أنتم تعلمون ما يكتب على الجدر، ومنها ما يمحوه المطر أو لا تتبول هنا يا ابن البقر. ثم جمع من ذلك دستورا لم نرى من بعده حبورا ولا زهوا ولا سرورا. ولما كان من طبع الخلق الطمع، بعد أن أظهر لهم كثير ورع، فقد طمعوا في جنات تجري حين يطيع ولي الأمر. ثم سكت مولانا هنيهة وقال: أتدرون ما فعل صاحب الجدار؟ قلنا: الله ثم مولانا أعلم. قال: انظروا ماذا حدث في جرجيس، أو انتظروا الدرهم الحبيس، أو استمعوا للبخسي من قرطاج أو صاحبه الرخيص، فما مثلكم إلا كمثل الحنفية. قلنا: كيف ذلك يا مولانا؟ قال: داخلين في حيط مثله تماما، وتلك نظرية صاحب الجدار، ما زاد على أن أدخلكم فيه. هيا فرنقعوا عن وجهي، فقد قيل قديما: اطمع قصان الرقبة متحذين. سمعت ذلك وانتبهت على صوت هادر مزمجر خلته صوت أحد الزبانية، فإذا هو ابن العرفاوي يصرخ ويقول: خذ أي شيء تشتهيه وانصرف، ودع البلاد لكي تعيد حياتها وترتب ما قد تبقى، عسى تقف. خذ نفسك، خذ رأسك، خذ ناسك، خذ من سيبقى عارفا أو يعترف، خذ أي شيء تافه، خذ كل شيء شانه، خذ كيس حقدك كله كل القرف. لم يبق فينا حالم، لم يبق منا سالم، فاق الأذى كل مدى، يكفيك كف. خذ ما تريد، خذ الجديد، واترك شبابا يبتني سرح الشرف. خذ شاهقا، خذ نافقا، خذ لاعقا، خذ ما تبقى من نفايات النتف، خذ أي شيء تشتهيه وانصرف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من لقاء خاص. كلما تلهمت الأمور واظلمت، نحبو سريعا ونحث الخطى نحو فيلسوف تونس الأول، علنا نتمكن من فهم ما غمض وأشكل. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور الدكتور أبو يعرب المرزوقي، فأسمعوا وانصتوا وعوا. دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك، مرحبا مرة أخرى. أنا سعيد بهذا اللقاء، وهو لقاء في لحظة حرجة حقا، ولكنها مليئة بما يدعو إلى الأمل وبما يدعو إلى التفاؤل، لأن ما كان مجرد أفكار صار أفعال، والمشكل هو كيف يمكن لهذه الأفعال أن تكون مسددة لتوصل إلى النتيجة التي نتمناها للشعب التونسي ولتونس، بمعنى أن تونس ينبغي أن تصبح مرة ثانية قائدة للموجة الثانية من الربيع العربي الذي سيعم كل الإقليم إن شاء الله.